الزملاء حضرتكم بتعملوا على ترجمته، فكمان رح ناخذ منه ان شاء الله الدرس الجاي، مره ناخذ من هذا مره ناخذ من هذا عشان نحصل معلومات بطريقتين. هذاك الكتاب فيه الكيس ديفينيشن والابروتش والديفرنشال دايجنوسيس وهاو تو بي ان ذا كوريكت بوينت لما تعمل سبوت دايجنوسيس للتشخيص وكيف تعمل مانجمنت. هون في عندنا حالات سريريه مبسطه رح نبدا فيها مشان نكون نبدا يعني ستيب باي ستيب، رح نبدا بالحالات السهله وبعدين شوي شوي مزيده صعوبه حسب يعني ان شاء الله تعالى الحالات. فخلينا نبلش بالحاله الاولى. في عندنا بنوته عمرها 12 شهر سنه، جابتها امها لاني تلخبطت هي الطفله كثير وما عادت تكون تلعب كويس وصار في عندها نقص بالنشاط نقص بالحيويه. بس من 6 شهور لما اجت لعنا على العياده كان وضعها كويس، بعدين ما صار في عندها اي مشاكل، ما في مثلا حراره، ما في مراجعه، ما في سهال. بس بعدين الطفله صار في عندها مشاكل انه ما بقى تهتم بالالعاب، ما بقى تهتم بالحيوانات، ما بقى تهتم بالتليفون ولا بالشاشه، وما بقى تحسن يعني انه تغطي على الكنبات لحالها، وحتى بطلت تزحف، يعني كانت عم تزحف كويس تمشي على الكنبات وتخطي كم خطوه، بعدين لا دهورت ورجعت حالتها السريه دهورت لورا. لما جيت حضرتك انت طبيب اطفال عم تفحصها بالعياده لقيت انه هي عم تهز ايديها وبتحط اصابعها على بعضهم وبتركب ايد فوق الايد الثانيه بشكل متكرر، يعني في عندها شيء انه مثل انه سيناريو بضل بتكرره بايديها، بتحط ايديها ورا بعضهم فوق بعضهم وبتلعب باصابعها كثير. شو ممكن يكون التشخيص الاكثر احتمالا بهالحاله السريريه دكتور؟ فرط حركه ونقص انتباه. ايوه برافو دكتور. خليني نتفق على شغله انه انا رح اسال السؤال هلا، مثلا حضرتك اي سنه دكتور؟ سنه 5 دكتور. 5، اذا هذا السؤال للسنه الخامسه جاوب دكتور من سنه 5، السؤال بعده بيكون للسادسه. ماشي زملاء، سؤال بسؤال خلينا نتفق مشان الكل ياخذ حقه بالاجابه. فدكتور برافو، عم تعمل تشخيص تفريقي حلو، ADHD فرط النشاط نقص الانتباه، لكن احنا عم نشوف هون تراجع الملكات العقليه، تراجع التطور الروحي الحركي، كانت البنت كويسه عم تمشي بطلت تمشي، كانت عم تصحى بطلت تصحى، كانت تلعب العاب بطلت تلعب بالالعاب، في تراجع بالملكات وتدهور اسمه تنكس ديجنريشن، قد يكون سببه عضوي او سببه نفسي، ممكن يكون سببه خلل في الماده البيضاء او الرماديه او بالمهاد، او ممكن ناتج عن توكسيكيشن او تناول ماده بشكل مزمن، انسمام بالرصاص الى اخره، او انسمام بمواد عضويه او مواد معينه سميه، او عم تاخذ البنت مثلا تاثيرات دوائيه، ممكن عم تشرب دواء بالغلط من دواء نانتا او سته او جده او ابوها او امها، مسال بالعيله اذا في هيك شيء، مسال اذا في قارب للابوين. ايضا تشخيص تفريق الثاني ممكن يكون هو مثلا غير ADHD. شو حدا بيقترح علينا من زملاء السنه الخامسه؟ زملاء السنه الخامسه بتروح علينا بعد اذنكم. اذا ممكن يكون كمان بعض التنادرات مثلا ريت سيندروم او اضطرابات الفصل الجبهي او اضطرابات الجهاز الخوفي. فبنشوف التشخيص الاكثر احتمالا بهذا الجواب، بنشوف انه هي عباره عن متلازمه ريت، وعباره عن متلازمه يكون فيها بالبدايه الطفله تطور بشكل طبيعي، بعدين شوي شوي بتفقد القدره على الكلام، بصير في عندها حركات رتيبه، حركات بايديها بتحطهم على بعضهم بتلعب باصابعها كثير، وفي تشوهات بالمشي، ويمكن كمان في عندنا مشاكل بنمو الراس وايضا نوبات اختلاج، وممكن ايضا مظاهر التوحد بس تكبر، وايضا بصير عندها نوبات من انقطاع التنفس. حاله صعبه، حاله نفسيه، هي حالات نادره كثير لكن ممكن نشوفها بالعياده العصبيه. ننتقل للزملاء الحاله الثانيه، وثم زملاء السنه السادسه هن راح يجاوبوني. في عندنا الطفل سمين ما شاء الله صحه، عمره 5 سنين، الطفل يعني جاي لاجئ بتعرف حضرتكم، وصار له شي سنه ماشي يا دكتور. الولد يعني اموره كويسه وعم بيلعب وبيضحك وبياكل كويس وبياكل كثير، بس عيونه مثل شكل اللوزه، عيناه لوزيتان، وتمه صغير مقلوب مثل تم السمكه الا شوي، وايديه واجريه صغار. تمام، الطفل عنده مشكله بنزول خصيتين، واختبار المشي عنده في حركه الورك غير مستقره، في عنده طقه بالورك اثناء الحركات الفاعله والمفاعله، يعني حركات لما بنعمل اختبار بارلو اورتولاني اللي اخذناهم بالاستاج بالحاله السريريه واخذناهم بالنظري بالكليه كمان بيكون مو صحيح، فيه مشكله. الطفل بضل بحب ياكل شيبس وبطاطا وديربي وهالاساسيه ومشروبات غازيه، والولد ممكن انت لما بتاخذ شنتايته بيعصب منك كثير وبصير يصرخ ويعيط وبصير عدواني. شو هو التشخيص الاكثر احتمالا؟ شو هو الاختبار البديل الافضل؟ شو هو الاختبار الاكثر دقه لهالشيء هذا؟ شو ممكن توجه له علاج وتعطي نصيحه للاهل؟ زملاء السنه السادسه واحد منكم يتفضل بشكل تطوعي.
سمعني زملاء. ممكن متلازمة برادوري حكيم. أحسن دكتور، برافو عليك. إذن التشخيص أكثر احتمالاً هو برادر ويلي، وعبارة عن مرض خلقي ناتج عن فقدان مورثي من جزء الصبغي 15. طبعاً اختبار بدي الأفضل تعرف حضرتكم هو اختبار الفحص البدني، يساعد التعرف على المرضى، يعني أنت تشخيص السريري. الاختبار أكثر دقة، بتطلب اختبارات مورثية، بتطلب ميكرو أري. العلاج الأفضل بيكون على شكل علاج رعاية داعمة، العلاج السلوكي، العلاج المعرفي، العلاج والتعليم السلوكيين حتى يكون بالمدرسة أحسن. نزل يعني ممكن يصير بهذا الولد، هو هون احنا عندنا مشكله بالصبغي 15، فاذا كان هذا برادر ولي صبغي بارنتال، فاذا كان الصبغي جاي من الاب، يعني مشكله محذوف من الاب، فبيكون ايش المشكله ببرادر ولي. بس ما اذا الصبغي 15 وصار فيه حذف يصير متلازمه ثانيه اسمها انجلمان، بس بيكون جاي من الام، معناته هذا مرض وراثي بيكون فيه حذف على الصبغي 15 من منشا الاب. اما لو حذفنا الصبغي 15 او جزء من الصبغي 15 يا ربي من الام، جاي من الام، بيصير متلازمه اسمها انجلمان. طبعا هذا الولد شره جدا للطعام، بضل بياكل ليل نهار وما بشبع، بصير بدين، بصير غبي وتخلف عقلي، وعنده مشكله بالاعضاء التناسليه، وعنده ضعف بالاقناد. طبعا هذا اول شيء بيكون اموره جيده، بس بعدين شوي شوي صعيب، بصير بدين، بعدين بصير قصير. فبعض الدراسات بتقول ممكن نحن نطبق له جراث هرمون بعد عمر 4 سنين. هلا عمره 5 سنين، اذا هو قصير كثير وصحه كثير فينا نطبق له ايش هرمون النمو. طبعا نعمل تحريض لهرمون النمو اول شيء مره ومرتين، متاكد برنامج مغناطيسي انه ما عندنا مشكله دماغيه عضويه على مستوى جسم الثفني، على مستوى المهاد، على مستوى النويات الدماغيه، وعلى مستوى ايضا البطينات الدماغيه، وعلى مستوى الماده البيضاء وجسم الجهاز الحوفي اضافه لقشر الدماغ، يعني رنين مغناطيسي حتى نستبعد الافات العضويه. طيب زملاء، بننتقل للحالة اللي بعدها. في عنا طفل عمره 7 سنين، جابوه لطبيب الاطفال، عنده علامات تاخر تطور مع مشكله في المدرسه. الفحص تبين انه هذا بتجنب التواصل العيني، ما بطلع فيك، فكه بارز، يعني فكه متقدم لقدام وكبير، وكثير ادانه كبيره كثير وناعمه، صدره مقعر لجوا، وعنده خصيتين كبار بالفحص السريري. يعني ولد عمره 7 سنين، عنده ما بطلع بعيونك، وعنده تخلف عقلي يعني، وعنده كمان بجنب ما بطلع بعيونك انه، وتم بارز وفكه بارز، ادانه كبار، وعنده خصي غير نازل، وعنده كمان تقعر بالصدر. شو التشخيص الاكبر أو most likely diagnosis للزملاء في السنة الخامسة؟ تفضلوا، واحد منكم يتطوع. زملاء أو زميلات، زملاء أو زميلات تفضلوا. أيوة دكتورة، تشجعوا، نحن أنتوا ما في أي حرج أو أي خلل، حتى لو كان إجابة مش صحيحة أو بعيدة، لا أبدا، نحن في طور التعلم والتعليم والاستفادة، مش تحاسبوا الآن، تحاسبوا بعد ما تخرجوا تكونوا ما بتعرفوا، بس الآن ما بتحاسبوا البتة، بالعكس إنه بقول ما بعرف نص العلم، أو بيقول جوابي بيحاول جواب try again كمان كويس. إذن تخلف عقلي، رأسه كبير، ممكن يكون خصيات ممكن تكون كبيرة، تخلف عقلي ممكن حكيمي. هذا الدكتور دكتور صبغي الهاش، صبغي الهاش أحسنتم دكتورة، ممكن يكون هو. إذن هذا عبارة عن متلازمة الصبغي الهاش الجنسي X، وهو عبارة عن مشكلة بثلاثي نيكلوتيد. طبعاً يكون في عنا خلل بالمورث FMR 1، وهذا الشيء التشخيص الأكثر احتمالاً، وهذا هو السبب الثاني أكثر شيوعاً للتخلف العقلي، هو السبب الأكثر شيوعاً للتخلف العقلي عند الصبيان الذكور. يعني إذا كان هو صبي وعنده تخلف عقلي وعنده مشكلة جنسية، خصيتين كبار، وولد يعني مثل شوي تخلف عقلي وأدين كبار، فهذا تنادر الصبغي الإكس الهش حتى يثبت العكس. تمام زملاء، فأشيع سبب للتخلف العقلي عند عند الأطفال الذكور هو هذا الصبغي الإكس الهش. كيف نعمل تشخيص؟ تشخيص بنشوف الهشاشية الصبغية للإكس في التشخيصات الوراثية الجينيتيك. العلاج بيكون داعم سبورتيف، وما في علاج شافي لأنه خلل على مستوى المورثات. قال بعده زملاء، اليوم بلشنا بالنفسية، أنا آسف أنه ضغطت عليكم شوي، يعني تغيير جو عن الدرس الماضي، لكن لازم نعرف كمان الأمور النفسية الأكثر شيوعا. أنا بحكيكم الشغلات الأكثر شيوعا، وما بدخل أنا بتفاصيل الشغلات الكتير كبيرة اللي هي خارج مجال الأطفال العام. قال بعد للسنة السادسة، بيقولوا أنه في عنا بنت جت على مركز رعاية الأطفال العيادة، يعني زيارة روتينية، وده شفتها بتتبسم وتلعب وتدير راسها وجهة الصوت لما بتصح لها أنت، أو بنطبق الباب أو بطلع صوت من الشاشة،
لما بتكون على بطنها تكون قادرة على رفع رأسها، وعندما أنت بتحملها أو ماما بتحملها تحاول أن تنظر إلى أمها ولكن تشعر بالنعاس الشديد. أدي عمر البنوتي بيقول لك بتدخل أنت على ستاج بيقول لك شفنا هالبنت هاي أدي عمرها، أعطينا عمر زمني. بتقول له والله عمرها مثلا سنة سنتين شهرين ثلاثة ستة حسب ما تشوف أنت. في أول شيء بنوتة جيبتها أما ما في عندها أي شكاية، تبتسم لما بتلعب معها، تدير رأسها نحو جهة الصوت، لما بتكون على بطونة ترفع رأسها وتطلع على أمها، ولما أمها بتحاول تشيلها كمان تطلع على أمها، ولكن ممكن شوي تشعر هيك بالتاوب. يعني قد ايه عمرها تقريبا زملاء؟ تقريبا 8 أسابيع يعني. أو أيوة برافو، قد ايه عمرها؟ شهرين ونص يعني 8 أسابيع للعشر أسابيع. طيب برافو عليكم. معناته عمر التقريبي لهذا الطفل هو اعتمادا على الهي عمر شهرين ثلاثة. طيب السؤال بعده، في عندنا طفل اجى بزياره روتينيه لعياده الاطفال، وهذا بيحسن يجلس لكن بشكل مستقيم بدون دعم، وبكاغي يعني بيصدر اصوات لما بتلعبه، ولما بتحاول تشيله عند امه بصير بيعيط وبيصرخ. قد ايه عمره؟ 6 شهور. جلوس بالشكل مستقيم بعمر 6 شهور. برافو، معناته عمره 6 شهور. شكرا جزيلا. السؤال بعده، اجت بنوته على العياده وانت شفتها انه لما تستجيب لاسمها وبتحاول انه تحط سماعه الطبيب بتمها تصير دكتوره بكير، بتحرك لعبيتها صغيره من ايدها اليمين لليسار بدون مساعده، ويمكنها ان تقول ماما وبابا، ولما غادرت الطفله قالت لك باي باي، لوحت ايدها عم تودعك يا دكتور. قد ايه عمرها؟ او بتودعك يا دكتوره، قد ايه عمرها؟ 10 شهور 11 شهر 10 شهور 15 شهر 12 سنه. برافو عليكم 19 شهور. برافو عليكم. 10 شهور ممكن بعض الحالات بصير يعني زائد ناقص شهر شهرين مو مشكله. طيب الحاله اللي بعدها، في عنا بنوته اجت للعياده وانت عم تفحصها لاحظت انه هي عم تشير بيدها او اصبعتها الى الاشياء من مقدم بمساعده شخص ما، وحتى انه يمكنها ان تمشي خطوات قليله بمفردها وتمشي كم خطوه. عندما سالت في ماذا وجبه خفيفه هزت راسها إنها لا تريد، ضحكت لما تلبسها بالثيابة بتمد إيدها مشان تساعد بارتداء الملابس. قد إيه عمرها؟ من السنة للسنة ونص. ماشي. طيب برافو عليكم 12 شهر. أحسن دكتور، أحسن. الحالة اللي بعدها، في عنا طفل عمره 6 سنين إجا للعيادة من قبل أمه أنه هو عبول بالليل الفراش، هذا اسمه أنيوريسيز، هو للفراش بشكل متكرر. الأم بتقول أنه كان بنام طول الليل بدون ما يبلل السرير خلال العامين الماضيات، ومع ذلك فإنه خلال الأسابيع العديدة الماضية يبلل الفراش كل ليلة. الأم بتقول أنه انتقلوا من البيت القديم للبيت الجديد، والولد يعني بيحبس البول أثناء النهار بس ما بيحبسه بالليل أحيانا. هذا شو التشخيص الأكثر احتمالا، وشو الخطوة التالية، وشو العلاج الأفضل البدئي، وبعدين شو فينك تعطي علاج أكثر فعالية؟ سلس بولي ثانوي. نعم برافو. ممكن بس انه بسبب انه مشكلة يعني الانتقال هي اللي اثرت على الطفل. احسنتم. برافو عليكم، معناته هذا عبارة عن انه سيكندري انيوريسيز، تبول لا ارادي ثانوي، هو عبارة عن سلس بولي ثانوي، لأني بعد فترة تقل عن 6 شهور من ضبط التبول، وغالباً بيظهر عندما يتعرض الطفل لشدة نفسية مثل ولادة أخوه الجديد بصير بغار منه أو تغيير بيئة السكن وهكذا. دكتور ممكن بسبب الإنتانات البولية بصير عنده سلس بولي ثانوي؟ نحن نطلب تحليل بول وراسي. برافو عليكم دكتورة، مشان نتأكد إذا عنده مشكلة بالبول. برافو، فالخطوة التالية الأفضل هي تحليل بول وراسي. برافو دكتورة، أحسنتم. العلاج البديل الافضل انه بنعطيه ضبط منبه ليلي. المنبه الليلي هو ايش؟ هو عباره عن منبه بنوصل على شكل شريط بنحط عند كيلوت الولد، مجرد ما تنزل اول نقطه فهذا بيكون في حساس بتنبه للسائل للمي برطوبه، بصير برن المنبه يوم يومين ثلاثه اسبوعين ثلاثه الولد بصير خلص مو باينه مشان ما يرن المنبه عليه. العلاج اكثر فعاليه بعدين فينا نعطيه ديسموبروسين مع المنبهات الليليه. طيب هلا الحاله اللي بعدها، في عندنا انه الولد بيصير براز على حاله عمره 5 سنين،
وبيشعر بالحرج، ما فينا يمسك البراز، الفيكال انكونتيننس، بلوت ثيابه أكثر من 3 مرات بالأسبوع. وهذا الولد تبين أنه مخاوته مستقيم طبيعية، ما في علامات على سوء للولد، يعني إساءة تشايلد أبيوز. شو تشخيصك الأكثر احتمالاً؟ شو السبب الشائع؟ وشو هو العلاج الأفضل؟ يعني دراج أوف تشويس، مثل ما بقوله دراج أوف تشويس، شو هو؟ سلس برازي لا عضوي دكتور، ناجم عن الإمساك الوظيفي. نعم ممكن، برافو. شو العلاج؟ تغيير النمط الغذائي والإكثار من الألياف والسوائل. برافو برافو. إذن هذا سلس البراز اللا عضوي ممكن نشوفه 1% من الحالات، بس بعمر أقل من 10 سنين. بيكون البراز قاسي وجاف، صعب الإخراج، بيجرح الولد، بيجوز يسوي له شق شرجي أو بواسير، فبيتجنب الخروج. مثل ما قلنا السبب اللا عضوي 90% من الحالات إمساك وظيفي، اسمه functional constipation، إمساك لا عضوي، إمساك وظيفي. تغيير نمط الغذائي، اكثر من الالياف الغذائيه، اشتراك مع المرينات البرازيه، مع جدول زمني لاوقات دخول حمام امه، بدها تعذب معه اول شهر شهرين. طيب بناخذ الحاله السريريه الاخيره اليوم. طفل عمره 28 شهر، يعني تقريبا 2 و4 شهور. جابته امه للعياده تطمن عليه، انه هذا عم بيحكي ما بيحكي، كيف اموره، بسمع ما بسمع. قالت انه الولد يعني بينسى كيف بيحكي، بيرفض الانتباه، ما بينتبه منيح، بيحسن يمشي، بيصعد على الدرج، وبيحب انه يخربش على الورقه، وبيحب يرتب العابه ومكعباته حسب الالوان واختلاف ارتفاعاتها، لكن ما بطلع بعيون الدكتور ولا عيون مامي ولا عيون بابي ولا عيون ماما. احيانا ممكن بتفاعل مع المامي وهكذا، يعني ولكن غالب الحين ما بتفاعل لا مع المامي ولا مع الدكتور، فضل بيبكي وبضل بعيط وما بطلع بمامي. شو هي الخطوه الثانيه دكتور؟ هذا مو توحد. نعم اذا بنشوف السمع، برافو، اذا بسمعه ولا لا، بنشوف انه هذا عنده تشخيص تفريقي للتوحد، برافو عليكم. اذا هذا الخطوه الثانيه دكتور، ممكن متلازمه نقص الانتباه مع فرط نشاط؟ ممكن ممكن ممكن، اذا كان في بالسؤال بيحكي اكثر انه هذا بيخرب البيت واني تحتاني، بيخلي كرسي على كرسي وخده عم خده، وبينزل اغراض من الخزانات وهيك، يخبس البيت خلال دقيقتين ثلاثة، أو إذا بروح على ضيوف بيخرب الدنيا، أو بروح على عيادة الطبيب بيشلك العيادة فوقاني تحتاني، ممكن يكون هون. هلأ الولد أنه أهم شغل تركزوا عليه حضرتكم، أنه ما بيطلع بعيونه، بيحب المرايا كتير، بيحب التلفزيون كتير، بيحب الشاشة كتير، بيحب التليفون كتير، بيحب الألعاب الإلكترونية كتير، بيحب غني الطيور الجنة، بيحب أغاني التلفزيون كتير، ما بيحب يلعب مع الأولاد أبداً، بيضرب الأولاد التانيين، أو بكل ما بيشوفونه بيبكي يبكي، مقضي ليله نهاره بكاء، هي مأساة كتير كبيرة للأهل أيكون بعونهم. هذا غالبا أوتزم، يعني سبيكتروم، طيف توحدي. هذا مباشرة لازم نحن نعمل إجراء تدخل باكر، نمنعه من الشاشة، نمنعه من التلفزيون، نمنعه من التليفون، منتشره بين الأولاد، نعمله علاج سلوكي بهدوء بحذر، ناخذه على مدرسة سلوكية، نعمل اختبار سمع بيسمع ولا لا، ممكن قبل ما نعالج علاج كامل نعمل رنين مغناطيسي عشان نتأكد إنه ما في عنده سبب عضوي للطيف التوحدي. وندمجه مع المجتمع ونفلته بالحديقة ونخليه يلعب مع الأولاد ويلعب مع الحدائق ونشوف حيوانات، ناخده حديقة حيوانات، نخليه دائما على السلوكي. هذا مشكلته، هذا بيكون غالبا الولد الأول بالعائلة، أمه أبوه ما فاضين، أمه موظفة وأبوه موظف، بيتركوه عند نانته مثلا، أو بضل أمه بالبيت هي وياه بين 4 حيطان، لا بيطلع لا بشوف أولاد لا بشوف عالم لا بشوف أطفال، بس أمه بدها تسكته وتحكي بالواتساب وتشوف مثلا تطبخ، تحوز، تجلي، تروح تعمل، تشوف حاجات البيت، فشو بتعمل؟ تشغل له الشاشة وتتركه بتروح. هذا الولد بالدهور بالدهور، بصير هو فكر حاله كل البشرية قدامه، كل العالم هو عبارة عن شاشة التلفزيون أو شاشة التليفون، ليس أكثر من ذلك. تمام؟ لهون بننتهي اليوم من الحالات السريرية. الحالات اليوم ما زودت عليكم لأن حالات نفسية، حاجة لمراجعة أكثر. شكرا جزيلا لحضوركم، نلتقي فيكم ان شاء الله تعالى الدرس القادم ان شاء الله يوم الخميس الجاي ان شاء الله، راح ناخذ انجليش ان شاء الله في الدرس الجاي، ممكن نزود الحالات شوي. دكتور فيك تشرح لنا اخر حاله؟ إيه اخر حاله، اخر حاله هي برجع بعيده، هي عباره عن طفل عنده توحد، هذا الولد ما بيطلع بعيونك، بيتجنب التواصل البصري، الاي كونتاكت عنده كتير ضعيف، ما بيطلع بعيون الدكتور ولا عيون الدكتور ولا عيون امه ولا عيون اخته ولا عيون اهله، ما بيميز اخوته، بيعتبر حاله هو عباره متوحد مع الجو اللي حواليه، متوحد مع
البيئة الحوالية متوحد مع الألعاب الموجودين، ما بحب يلعب بالألعاب، ما بحب يلعب بالمكعبات، بحب التلفزيون، بحب الشاشة، بحب المرايا، ما بحب أبدا اللعب مع الأولاد، بيتقتل دائما مع الأولاد، ممكن يضربهم، بس شاف الأولاد بجوز يبكي كتير، يكون عدواني كتير، ما حتى أمه ما بميزها من الآخرين، بس إذا شاف أمه ممكن يسكت، لكن إذا شاف أشخاص غريبين بقضية بكي، إذا بيجوا ضيوف على البيت بيخرب الدنيا، بضل يبكي ليل نهار. إذا أخذته على الدكتور أطفال بضل بيبكي من أول ما يفوت على العيادة لبين ما يطلع منه، وما بيقعد للفحص ولا بيشوفه دائما هو بعيد كل البعد عن أطفال تانيين، بعيد كل البعد عن لعب الألعاب، تعطي ألعاب ما بيخدم منك، ما بيحب الألوان بس بيحب المرايا كتير، بيحب يقف قدام مرايا، والمرايا هي أحد أنماط العلاج. علاجه أنه أنت تطشفه بين الأولاد التانيين، تاخده على حديقة الألعاب، تاخده على مدينة الملاهي، يلعب بالألعاب، يلعب بالزحليطات شوي شوي، يلعب مع الأولاد التانيين، يشوف حيوانات المزرعة، يلعب مع الدجاجات، يلعب مع القطط، يلعب مع الصيصان، يعني تخليه يحس أنه هو ليس فقط إيش في مكان معزول. لأني ليش، شو سبب الريسك فاكتور؟ غالبا بيكون هذا الطفل الأول بالعائلة، أبوه موظف وأمه موظفة، جزء أمه تعيفه عند الستة، عند ستة وعند نانته مو فاضية له، بجزء مريضة الضغط، مريضة السكر، مريضة ربو، ما بتحسن تتحرك من ما هي. فشو بيعملوه؟ بيشغلوا له الشاشة أو بيعطوه التليفون، هو عمره إسا كمان أشهر أو ما جاب السنة، فبيفكر هذا الولد سنة، شهر شهرين ثلاثة ست شهور، مدة ممكن سنة، يضل يفكر كل الدنيا هي عبارة عن شاشة التليفون أو شاشة التلفزيون، بفكر كل الدنيا هي إيش، قناة الألعاب وقناة طيور الجنة وقناة الحيوانات وقناة الأغاني تبع الأطفال والأناشيد. فالعلاج هو نمنعه منعا تقريبا باتا أول فترة عن شاشة التلفزيون وشاشة التليفون، ونمنعه كمان عن التواصل مع أغاني طيور الجنة وغيرها، يعني ليس فقط طيور الجنة، يعني قصدي أن أي أغاني أطفال بقصد، نمنعه من هي القصص، ونحاول ناخده مراجيح، ناخده ألعاب، ناخده أيضا في عنا مركز مثلا بالمنطقة، مركز براعم، مركز سند، بنعالج فيه هدول الأطفال بشكل كتير كويس ضمن حلقات 3-4 جلسات في الأسبوع. علاج السلوكي هو الأساسي، ثم بعد ذلك إذا ما استجاب ممكن نبدأ نلجأ للعلاج الدوائي، اللي هو ممكن يكون يعني مثال فينيديت أو أمفيتامينات أو كذلك الأمر بعض الأدوية الأخرى. هي الشغلات الأساسية بالتوحد اللي لازم نعرفها كأطباء عامين بطب الأطفال. أتمنى الطفل بالأخير بيشفى شفاء تام من التوحد؟ نعم، معظم الحالات بيشفى شفاء تام، بيكون هو ذكي جدا جدا جدا، لكن مشكلته هي التواصل البصري، يعني هو بالرياضيات فينه يحسب مثلا أحسن من أستاذ الفيزياء أو أستاذ الرياضيات، يحسب معلومات حسابية، يكون ذكي جدا جدا، وفينه يحفظ مثلا 6-7 صفحات خلال ربع ساعة، وفينه مثلا يتذكر أسماء 50 اسم من محلات أو ماب أو حيوانات أو أسماء عادية أو غير عادية، لكن ما بيتواصل البشر، بس ما في تواصل ابدا، في مشكله باللغه، مشكله بالتواصل، هي مشكلته التواصل الاجتماعي، ويكون اذكى من اقرانه، وبيطيب بيطيب بس بده ممكن انه يكون يعني مستقبلا عنده امراض نفسيه ثانيه. برافو، مستقبلا في نسبه معينه قد تزيد او تنقص حسب الطيف التوحدي، يقال في 90% طيف توحدي، حسب الطيف قد تزداد هذه، لكن العلاج الناجع والفعال منذ الصغر يؤدي غالبا الى الشفاء نسبيا. يعني يعطيك العافيه حكيم. صراحه الله يعافيك زملاء، شكرا جزيلا لكم، شكرا زملاء، شكرا جزيلا لكم. بعثنا الملف بعد اذنك، بدنا الملف اذا طلعتنا اياه. ايه تكرم، ببعث لكم الملف مشان تحضروا كمان للدروس القادمه. الله يكرمك. حكيم بس سؤال اخير. تفضل. حكيم، هدول الحالات السريرية اللي ممكن يعني نشوف نموذج منها في الامتحان الوطني؟ طبعاً بتشوف نموذج منها بالامتحان النظري الوطني أو عملي أو حتى بالعيادات اللي ما بتعمل فيزيت عنا بالعيادة أو بالجناح. الله يعطيك العافية حكيم. الله يعافيك، شكراً جزيلاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله زملاء، موفقين إن شاء الله.